جمعتني معه ملفات عديدة ولحظات عديدة، ولكن جمعتني معه أشياء أخرى لا يعرفها الكثير. كنت كلما ضاق بي ملف أرفع الهاتف وأستشير معه، ولا يبخل علي بالاستشارة، لا يبخل بالكلمة الطيبة، لا يبخل بالتشجيع. كانوا يقولوا لي دائما ابن البار، ابن البار، رحم الله النقيب، وثبتنا الله على أن نسير في خطاه حتى نؤدي يعني ما تملي علينا ضميرنا وما تملي هذه المهنة من عمل دؤوب في خدمة الشرفاء، خدمة الشرفاء هذه هذا البلد. آخر لقاء كان مع السيد نقيب، يعني عمره لا يتجاوز ومدته لا تتجاوز يعني شهرين تقريبا. كان لنا ملف يعني صالة وجال فيه السيد نقيب وقال فيه الكلام الكثير، وكنت كلما أنهيت مرافعتي يعني أذهب وأقبل رأسه، لأنني دائما كنت أعتبر شيخ المهني. كنا نتناوش وكنت يعني ونتبادل الكلمات ونتبادل المرافعات، وعندما أنتهي من كلمتي أقول له كنت في المستوى يا سيدي النقيب، يقول لي دائما أنا أفتخر بك، أنت ستكون رجل من رجال هذه المهنة، أتمنى أن أكون ذلك الرجل الذي نظر إلي يعني الذي أراده السيد النقيب، وأتمنى أن أكون خلفا لهذا الرجل في هذه المهنة. ابتسامة ديال النقيب الله يرحمه كان ديما تشوفوها في المحكمة، ولو تيكونوا ملفات تكون محاكمة تيكون ديما المرافعة مع السيد النقيب متعة، المرافعة معه متعة، المرافعة معه كلها يعني حديثه ذو شجون، له عربية قل نظيرها، وله كلمات قل نظيرها، وله دفوع قل نظيرها، يعني خسارة للمهنة وخسارة للدفاع. ولكن أقول دائما ترك أبناء سيترحمون عليه وسيذكرونه يعني الذكر الطيب والذكر الحسن. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه راجعون. ديالي كلمة مختصرة مختصرة. لا لا ماشي دابا هو باعيان راح سير. مرحبا مرحبا.
اللحظة جد مؤثرة واللحظة يعني فارقة في حياة المهنة. اليوم هيئة المحامين بالدار البيضاء ومهنة المحاماة في هذا الوطن العزيز يعني تودع أحد أبنائها البررة، تودع أحد رجالاتها، تودع يعني أحد الأسماء الذين ناقشوا اسمهم في حياة هذه المهنة. النقيب عبد اللطيف بوعشرين نقيب ورئيس يعني عز أن يجود الزمان بمثله، رجل المرافعات، رجل المواقف، الرجل الذي يعني قضى حياته كلها في رحاب المحاكم، في الدفاع عن المظلومين، وفي يعني تحمل مهمة الدفاع في أكبر يعني في أكبر الملفات التي عرفتها هذه المدينة العزيزة وهذا الوطن الكبير. نقيب عشرين يعتبر مثال للمحامين، مدرسة بكل ما في الكلمة من معنى. يعني مصاب جلال أن تفقد مهنة المحاماة رجل من مثل هؤلاء الرجال. يعني عزاؤنا واحد في هذا الرجل، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون.